ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة الثالثة من برنامج احترافي كونفو. النهاردة نشرح شوية تقويات كده زي الضغط والبطن. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. أول حاجة ضغط المفروض اللي هو ده العادي، الضغط العادي بالطريقة دي، تعمل له أي عدد لحد ما تقدر. بص، اي عدد مش هيفرق. بالنسبه لو انت مبتدئ ممكن تبدا 10 بعدها 20، كل يوم تزود، او ممكن تعملها مره الصبح ومره بالليل. تمام. ثاني تمرين بقى الثبات تحت، الثبات المتوازي، يعني مش هتلمس بصدرك الارض كده. تمام، دي بنسبه مثلا بنسبه وقت تايم، يعني ممكن نعملها دقيقه ونبدا ثابتين تحت. دي بتقوي اعصاب ايدك، خليك يعني ايه تقدر تتحمل اكتر. تمام، تالت حاجه بقى ودي الاهم، الضغط مره على الضيق ومره على الواسع، يعني مثلا كده. تمام، دي تالت حاجه، الضغط الواسع والضيق بيعمل لك عضله البنش وطريقه الجيم. تمام، ضغط على الضيق خالص لوحدي زي ما حضراتكم شايفين، بحط ايدي كده والتاني عليها كده. تمام، حط ايدي قرب يا محمد عشان نشوف الكاميرا اهو، حط ايدي كده عكس بعض. خلاص، مش كل ده يا محمد فيه اسف. خامس حاجه بقى على الواسع خالص، مش هنغير. أوسع حاجة عندك تعملها. بس المديرة مش كويسة يعني. تمام؟ نخش بقى شوية في البطن وبعدين نكمل تاني بقى. بنام على ظهري عادي. وأقوم نص قوم. في ناس بتقوم على كده. هو صح بس النص قومة دي أجمل. تمام كده، خدنا حاجة واحدة من بره. تمام، في حاجة تانية برضو لتقوية البطن، إن أنا أنام إيدي كده وأرفع رجلي وأثبت. طبعا بثبت على قد ما أقدر. في مثلا ناس بتحب تظبط الوقت، بتعرف ثبتت قد إيه وكده، وده طبيعي. في حاجة تانية برضو نفس الطريقة بس مختلفة، بثبت وببدأ رجلي كده. تمام كده، يبقى خدنا ايه ثلاثة من بره. طبعا لو انا مبتدئ ومش قادر استحمل كده، بص بحط ايدي ازاي، بحط ايدي تحت ظهري كده واحرك. تمام، ده بيساعد، يعني بيسهل الحركه عليا. بعد ما اتعود عليها هشيل ايدي خالص. في حاجه تانية بقى مع الصوت بقى. كده تقريبا خدنا اربعه او خمسه من بره. تمام، نرجع بقى نكمل ضغط. في الضغط اللي هو زي السباحه كده. تمام، ده بنعمله ازاي؟ بننزل ضغط عادي وبننزل كده. تمام، حركة بسيطة جدا. في بقى عكسها، يعني من قدام لورا كده. تمام، نرجع بقى نكمل بقى. في حاجة تانية برضو ايه؟ تبقى رجلي مفرودة خالص وايدي كده. أول مثلا لما أجي أقوم أعمل كده. تمام، زي ما حضراتكم شايفين ايدي ورجلي بيقوموا مع بعض. طبعا في ناس منكم شافوها في أفلام الأكشن اللي بيتابع أفلام دي، بتعمل كتير ومفيدة جدا. تمام،
طبعا الجو حر جدا والواحد مش طايق نفسه، بس ماشي نرجع بقى نكمل ضغط تاني. الصوابع، في طبعا ناس ما بتستحملش انها تنزل على الصوابع، فممكن مثلا ايه تعمل ايد كف ايد صوابع كده. وتبدل واللي بيعرف ينزل صوابع عادي ينزل على الايد كلها، ويحاول بقى يطول مره اربع صوابع ثلاثه اثنين كده تمام. البطن بقى تاني هنلف دوائر 10 دوائر كده و10 دوائر عكس، يعني مثلا ممكن لو انا مبتدئ اهو العكس تمام. دي حاجات مهمه جدا تفيدك في اوعيه عضلات بطنك، البنش الدراع الباي والتراي كل الحاجات دي. طبعا احنا مش هنخش في الجيم والتفاصيل ديت عشان احنا بدنا نختص في الكونغ فو تمام. نكمل تاني ضغط، في ضغط كده ايد قدام وايد ورا مش تفرق انهي ايد كده يعني. بعدين نبدل اي عدد مش مهم تمام. في حاجه تانية للبطن نسيت اقولها لكم، بالنسبة زي حرف الميم كده او الفي حسب ما تكتبوا كده يعني. طبعا انا مش بمسك رجلي كده، انا حاطط ايدي بس كده، دي بتشد البطن. واثبت بقى لحد ما تمام كده تقريبا. ده الجزء الاول من تمارين البطن، في حاجات تانية في الضغط كده لسه هوريها لكم تمام. الضغط على القبضة، قبضتين طبعا مهم جدا. عضلات برضو الباي والتراي هو فظيع تمام. في بقى على ظهر الايد، دي طبعا في ناس بتعتبرها اصعب مرحله ما بيقدروش يستحملوا. طبعا كتير منكم شافوا جاكشان وهو بيعملها في اسلوب السكير وكده، رانكن بوكسن الحاجات دي، هو كان طبعا بيعملها كده. تمام، هو كان بيبدل، في ناس ممكن مثلا تعملها كده. تمام؟ في ناس ما تقدرش تثبت اصلا. فهتعمل ايه بقى؟ ايد على الكف وايد كده. وتحاول تنزل. بعدين تبدل. نفس الكلام. لو في واحد مش قادر خالص ممكن يثبت كده. يثبت بس ما يعملش اي حاجة. بس طبعا عايز وقت شويه يعني، مش اول ما يحط ايده يشيلها على طول شام كده. انتهت حلقتنا النهارده في تمارين التقويات، ان شاء الله نتابعونا في الحلقات الجايه.